أنا بينا. حملت حالي وإجيت لأنه مروان خطفت، خايفة يكون جاية عجنازة بنتي وما بعرف إذا حدا بهالدنيا بيستاهل إنه يعيش بهي الأرض الغضبانة عليه. إذا في واحد من عباد الله بيستاهل إنه يعيش هالحياة هو أليف. بدنا نخلي إيماننا بالله كبير، المكتوب على جبين بتقراه العين. دايماً موت، دايماً موت، هذا اللي بده يصير محمود. قلت لها لأمي مليون مرة، قلت لها، قلت لها بكرة بيجي دورنا. هاي إجا محمود، إجا وبسببي أنا. كانت تناديني يا صديقي، ولما بتكون مبسوطة كتير على الصديق محمود. نحن شو عملنا؟ شو أذنبنا؟ شو أذنبنا محمود؟ شو ذنب أمي؟ هي طول حياتها ما أذت نملة. ما كان عندي خالة، عشنا شغلات كتيرة، كنا نحكي أسرارنا لبعضنا. ما كان في عند خالة أليف سر، كنت أنت سر الوحيد. شو بعمل يا جيمو؟ إذا صار شي على أليف شو بساوي؟ خطر ببالي كتير شغلات، يعني دايماً بيخطر ببال البني آدم شغلات ما بتدخل بالعقل، بس الحياة بدون أليف ما خطرت ببالي يا جيمو أبداً. لما خطفت مروة قلت لأليف بدنا ننقذها، ما رح نترك مروة للسفلة أبدا، حتى لو كان في موت بدنا ننقذها. لما وقتها حكيت عن الموت قصدت حالي، ما قصدت أليف، ما قصدتها. إذا بتروح من إيدي خراب زمان بكفيني فقدت وحدي. أليف إذا راحت مني، لما كنت بالسجن كان في واحد اسمه رضا، كان يحلم يصير مطرب، كان بالقاوش اللي بجنبنا، صوته في حرقة، كان يعزف على البزو، كان دائما يغني لنا نفس الغنية، العدل يا دنيا الصبح والمساء، كان يغنيها شي 50 مرة. كنا نقول له إذا ما بتسكت بدنا نقتلك، لا ويضل يعزف ويغني. إجا يوم وسكت من الصبح للمساء، ما في ولا صوت. راحوا شافوا تخته ميت المسكين رضا العرقوبي. على كتر ما قال وين العدل يا دنيا، ارتحم وراح لعند ربه. بالفترة الأخيرة كنت دايماً عم شوف منامات ملخبطة، ما كنت افهمها بأي شكل. كان اشتودنا يقولوا الغضب اللي نازل على هالأرض بقيان فيها من زمن نمرو. هاي بنتي أليف أم عيون المها، اجت هي على هالأرض مثل مطر الصحراء، بردت لنا قلوبنا، كانت بلسم لجروحاتنا. هلأ إجا دور هالأرض لتعطيها الشفا. آه
يا الله اشفي لنا بنتنا ألف بأسرع وقت. آمين. دكتور في شي تحسن؟ لسه ما في، بدنا نستنى. طيب بقدر شوفها؟ مع الأسف هي بالعناية المشددة. بعرف، بس دقيقتين. ما بتسمعك. هي بتسمعني، أكيد أكيد بتسمعني. ماشي الحال، بس فترة قصيرة. شكرا. معناها تفضل، أنا بتصل فيهم وبعطيهم خبر. ماشي. تفضل سيد مراد. يلي اسمك حب، انت شو لك شغل هون؟ انت ما لازم تكوني هون. قومي على حالك، احكي اي شيء، قولي انه هي مو انت ابدا. مو على اساس بدنا نروح مع بعض على شي بلد دافيه، انا وانتي والولاد؟ مو على أساس هيك. تذكرتي حكي؟ بلد دافية مثل نظرتك. فيقي أليف، بترجاكي فيقي، رجاء فيقي بسرعة، فيقي حتى ما تبرد الدنيا، وإلا وإلا بتصير شغلات بشعة يا أليف، لأني رح أصير سيء ويمكن مجرم كمان. أليف لا تعملي معي هيك، أنا مالي جاهز، أنا هلأ مالي جاهز أبدا لأفقدك، ما بقدر. كيف بدي اتعود على فراقك؟ ليش هذا ممكن؟ يلا فيقي. سيد مراد، لا تتركيني. قربتي